اهم الصفقات اللي انت عملتها في شهر رمضان بما ان احنا في رمضان بقى خلاص يعتبر؟ لا هو يعني اولا كل سنه وانت طيب، والامه طيب الاسلاميه كلها يا رب. اللهم طيبه، امين. وكل رؤساء الانديه طيبين، وكل اللعيبه طيبين. ويا رب بقى اللي له عندي حاجه ولا اللي انا ولا اللي انا ليا عنده حاجه يفتكرني في رمضان ويدفع الفلوس اللي عليه. عشان انا النهارده هقول كل حاجه، يعني هتقول كل حاجه. اللي ما دفعش اقول ما دفعش على طول. فاحنا داخلين على رمضان. لا مفيش. وبعد رمضان عيد والدنيا مصاريف. محتاجه مصاريف صح، والعيال كبرت وانا عندي عيال. صح. صح والله، صح كده. طيب فاللعيبه اللي ما دفعتش تدفع. مين بقى اللي ما دفعش؟ مين اللي عليه؟ لا انا لا في وانا فيه. في طبعا في الزمالك ولا فين؟ في الزمالك. يعني طبعا في مين؟ نجم قول. كبير. انا ابو جبل. ابو جبل عليه فلوس. عليه فلوس ودفع فلوس. ما دفعش فلوس عشان الناس بس تفهم طبيعة الشغل. يعني ابو جبل جون كبير وجون محترم، كان في تفاصيل للعقد وكده. انا شايف ان هو جه في وضع كويس. كان دلوقتي بقى جون مصر. انا من وجهة نظري هو من احسن اللي جون في مصر. ماشي. وجهة نظر الناس كلها يعني، هو جنش والشناوي. لكن هو لما جه كان الترتيب بتاعه رقم 3 مثلا. ايوه تمام. فهو قدر ان بالشغل فانا كان يهمني ان وجود ابو جبل ان هو يجي. بعد كده نخش في المرحله الثانيه. انت اللي كنت جايبه من سموح. طبعا. وكانت صفقه، وكانت في سيول ومطر 3 4 ايام عشان نخلصه. انت عارف الصفقه اللي بين الباشمهندس فرج وكان سياده المستشار ماشي استاذ مرتضى. وكان الاثنين موضوع يعني هما الاثنين تقالات وكبار فدايما الصفقات بينهم كده فيها مناقشه كمان. الاثنين دمهم خفيف جدا. ماشي. فانا كان يهمني عن قناعه ان وجود ابو جبل يخش. تمام. فكان في ظروف ماليه في نادي الزمالك ان جه عواد برقم فابو جبل. تمام. فانا قلت له خلاص مفيش مشكله. انا مش هاخد منك حاجه لما انا وميدو حزين كمان يعني. ماشي. وميدو قرب له وصاحبه كمان. اولا مبروك لابو جبل يعني، ما دام بيتجوز بقى يدفع لها ليه يعني. ما دام بيتجوز، ما هو اتجوز خلاص. يدفع اللي عليه ليه؟ ولا انت تسيبهم له نقطه الجواز؟ لا هسيب له نقطه. ده انا اللي جالي نقطه يعني. ده نقطه الجواز، كل دي نقطه الجواز. ده ما فيش حاجه خالص. هي كام؟ 10% من قيمه عقده السنتين. ما خدتش حاجه خالص. يعني كام يعني؟ رقم كبير يعني. مليون؟ مليون مثلا. ما خدش فلوس خالص. المفروض اللي قلت له خلاص لما تاخد فلوسك كلها. ما بتاع حوالي مليون و 200,000 مثلا. ما فيش. لو المليون يديني حتى 35,000 امشي بيهم يعني. اي حاجه يعني. العربيه محتاجه بنزين. لا مش بنزين ولا حاجه، بس انا بحب ان اللعيب دي رساله. طب انت اتكلمت معاه؟ اتكلمت معاه مره واثنين وثلاثه. قال لي لما اخد فلوسي كلها. وخد فلوسه كلها اول سنه، وبعدين ثاني سنه. لسه المرحله الجايه بقى ابتدي اكلم.